أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو واجبنا نحو من يكتب في الصحف دائما عن التنازلات العقدية التي يدعو إليها، ومنها تسمية الكفار بالطرف الآخر مع العلم أنه ينتمي لهذه البلاد؟ الواجب على من عنده مقدرة أنه يرد عليهم ويكتب، يكتب ضدهم ويبين مخازيهم وينقض شبهاتهم إذا كان عنده مقدرة، وإذا لم يكن عنده مقدرة يرفع ما يجده من مقالاتهم، يرفعه لأهل العلم، يعطيه لأهل العلم ينظرون فيه ويتخذون ما يجب اتخاذه، ولا يجوز السكوت عنهم وتركهم. نعم، فيجب أن يحاصروا وأن يتعاون العلماء وطلاب العلم ضدهم. نعم.